أجلنا متواصلين أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس لمالك شاهينية الدحبة بن قنازل بن حمرور العام ريما قدمها في الشوط التاسع 2:26. التواصل يستمر، شوطنا العاشر يسير بحفظ من الله ورعايته، يحمل في طياته الجعادين المشتركات 1500 مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. شاهين عبيد بن رملي بن محمد العامري يتقدم بالانطلاق الأول، يقدم شاهين المركز الثاني الوصول والتقدم، يأتينا من القادم من المتقدم شاهين مسلم بن الزفنة بن مسلم العام يتقدم بالانطلاق الكبير على مستوى المركز الثاني المركز الثالث، غيار القادم حمدان بن سعيد بن حمرور العامري المركز الرابع الوصول والتقدم، ايضا ياتينا من شعار الدرع القادم ليقدم الانطلاق الكبير. ما شاء الله شاهين سالم بن خليفه السويد الدرع المركز الخامس، ايضا وصول وتقدم من عز علي بن محمد راعي الصغيره العفاري، ولكن عوده مع برملي وابداعاته ما شاء الله تبارك الله هنيالك هذه النوعية يا برملي بسم الله الرحمن. عبيد برملي بن محمد العامري من يتقدم بانطلاق شاهين بسم الله على الإبداع. ما شاء الله خلك مع الإبداع، فن وذوق على المقدمة، إبداع فن وذوق، بسم الله الرحمن. يا راعي شاهين تهانينا إذا والناموس، التهاني القلبية إلى مالك شاهين عبيد برمني بن محمد العامري من قدم شاهين بالانطلاق الكبير إلى خط النهاية شاهين معلنا فوزا وتحدي كبير، تهانينا إذا والناموس. المركز الثاني شعار الدرعي من قدم على مستوى المركز الثاني شاهين حمد سالم بن خليفة بسويد الدرعي المركز الثالث، شاهين سالم بن محمد بن سليم العفاري، التوقيت الزمني 2:20 37 جزءا من الثانية، تهانينا إذا والناموس لمالكي شاهين من قاد برملي عبيد برملي بن محمد العامري، تهانينا إذا والناموس.